اختصاصية التغذية روى بودرغام، رح تتناول موضوع أفضل نظام غذائي ممكن اعتماده مطلع العام الجديد وما بعد الأعياد. رح نحكي كمان عن الديتوكس، ورح نحكي عن فئة من العالم بدها تزيد وزنها، كيف ممكن تزيد وزنها. أهلا وسهلا روى، مصبار لكم لكل المشاهدين، ينعاد عليكم يا رب وعلى الكل بسنين أحسن اللي عم يمروا علينا. يا رب أهلا وسهلا فيك. أوكي، مرقت فترة الأعياد وبعدها هلأ مكملة، لأن بعدها الفرصة وبعد في عنا أكيد عيد الميلاد المجيد عند الطائفة الأرمنية، بس بهيدا الفترة بناكل كتير شوكولا، بنظهر كتير، بنتعشى كتير برا، ويمكن يكون في كمان الكول بشكل كبير. فكيف بدنا نعمل ريكاب، مش ريكاب بالأحرى، ديتوكس، مش ريكاب أبدا أبدا، مش ريكاب، ديتوكس لكل هالشيء اللي أكلناه وشربناه خلال هالفترة. هلأ نحن بنعمل ريكاب لنتذكر ونندم، هو من هون بنبلش. لك هلأ في دراسات بتبين أنه دايماً بعد الأعياد في نسبة 10% أو ما يقارب 10% بتبلش تاخد هذا القرار أنه نيو يير نيو مي، وبدي بلش دايت ودايت أس. يعني بياخدوا كتير قرارات غلط عن الدايت، أنه حرمان وسبور كتير 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 لعود عن اللي قطعتهم، وهن يعني بنجي بنشوفهم يعني كم يوم مثلهم مثل غيرهم قطعوا، يمكن زادت نسبة الأكل فيهم. في أوقات كمان بنص السنة بتقطع ايام، بيصير في مناسبات او حيالله شيء بيصير كمان نسبه الاكل، بس يمكن ما بيكونوا باكت بفتره زمنيه هالقد محدده بهالعشر ايام، عرفت شو قصدي؟ صح. يمكن هلا اكيد بالشتاء الناس بتاكل اصلا اكثر من بالصيفيه، بس يمكن هو للعشر ايام منخبص شوي وزياده، في عندك زياده الحلو اللي بهيدي الفتره بتتاخذ. صح، بس انه لازم ما هيدا الشيء ما يخلينا نبلش سنتنا بقرارات غلط، يعني تاثر لبعدين. يعني هلا خلال الحلقه بنشوف تاثيرات هود الانظمه الدايت اللي بيعملوها هلا تريندينج، هي كثير بتودينا على مشاكل جديده يعني. طيب خلينا نبدا بالديتوكس اللي هو شيء كثير معروف وبنعمله لماكسيموم، بيقولوا لازم تعملوه لاسبوع تينضف جسمنا من السموم. صح. صحيح؟ صح. هلا نحن دائما بنحب نقوم عن شغلنا وشغل غيرنا، فنحن عندنا الكلاوي وعندنا الكبد هو مسؤول عن تنظيف الجسم، يعني نحن ما لنا بحاجه ابدا انه نحن ننظف الجسم. هلا بنروح على ديتوكس اذا في حال وصل الجسم مثلا لمحل عمل بلوك بطريقه انه ثبت الوزن، يعني يا بيعمل يومين ثلاثه بس ليعطي شوك للجسم، اوكي، او في بنظام ثاني كمان يعطي. هلا ديتوكس في مفهوم غير صحي لانه هو المشروبات والعصائر، اكيد سامعين فيها والكل سمع فيها هلا كثير، يعني صار كل كلينيك عندها الباكج تبع الديتوكس. هلا انا شخصيا ما عم بحكي عن اي حدا ثاني، ما بنصح في هذا الديتوكس لانه عم نفوت بمشاكل جديده. يعني انت عم تعود الجسم من 400 ل 800 كالوري ماكسيموم بالنهار، سو نحن عم نخفف من نسبه الحرق، بتصير كميه صغيره كثير من الاكل بتنصحنا دغري. فيفضل انه ينعرف كيف ينعمل الديتوكس بطريقه صحيه ما تفوت مشاكل جديدة. أي نوع من الديتوكس اللي هو صحي؟ هلا أنا بس فوت بالديتوكس بفضل إنه أعمل وجبة واحدة بالنهار، اختار يا الترويقة أو العشاء اللي هي بتكون ديتوكس، مش عصير مش مي، لأنه العصير نحن دائما ننتبه إنه فيه سكر، يعني العصير الطبيعي هو سكر، سو نحن بنصير هون عم نزيد كثير كالوريز. بنستبدله بشيء من الخضرة، يعني شيء شيك شيء عصير من الخضرة، مثلا في عنا الشمندر، نص شمندر مع شوي ليمون مع مي. هلا في ناس بحبون هول الوصفات الطبيعية، في ناس ما بتتقبلهم، فنحن هون نرجع فينا نستبدلهم بكل بساطة بكاسة لبن. اللبن تحتوي على نشويات عدو هون مع بروتين، بكبية حليب سمبل ازت، يعني قصدك سهل. بنمشي بيومنا طبيعي، بنتغدى وبنتعشى، بس الترويقه مثلا فينا نعملها ديتوكس او العشاء، يعني أو نختار وحده، يا الترويقه او العشاء بوجبه متوازنه. يعني انا قلت لك اللبن، لان اللبن بيتخلى النشويات وفيه بروتين وفيه فات، يعني نحن هيك بنكون عم ناخذ وجبه كامله بس بكميه صغيره وفيها بروتين بتشبعنا لوقت اطول. سو ما عم روح انا بس على المي والعصير اللي هي حتجوعنا وحتتعبنا، ويمكن الجسم يحتاج طاقة، نبلش نرجف نغيب عن الوعي، وهول هن المشاكل اللي عم قلكم كن انه بنفوت فيهم نحن ما عارفين من شو، وهي هون عم نروح على نسبه الكالوريز كثير قليل اللي كنا اخذينها. الفايبرز قديش مهمين؟
بالنسبه للدايت تبعنا؟ دايت مش عم بحكي لنضعف، دايت يعني طريقه الاكل، لايف ستايل بناكلها. قديش مهمين الفايبرز وقديش مش لازم نوقف ناكل فايبرز؟ لانه في كثير امرار بينصحوك بروتين كربوهيدرات، بروتين كربوهيدرات كذا، وبينسوا الفايبرز اللي هن عامل اساسي اساسي ومهم جدا للمعده يعني كثير. صح. ف قد ايه مهم الفايبرز؟ هلا نحن بالتبس تبعوا خساره الوزن بشكل صحي وسريع، هي اهم شيء انه تناولوا الالياف من يعني 2 ل 3 سيرفينجز بالنهار، يعني من وجبه لوجبتين بالنهار، اللي هن من الشوفان او الخضره، الفواكه، الحبوب. يعني هو الاكل اللبناني غني كثير بالالياف. مزبوط. بس هلا نحن بننتبه اذا ما في مشاكل بالكولون، يعني اذا في مشاكل صحيه بننتبه لنوع الدايت اللي عم ياخده. طبيعي انه الالياف كثير منيحه، بتشبع لوقت اطول، فيها بتسهل المعده، يعني ما بنواجه مشاكل بالفوطه على التواليت. سو دائما نحن بننصح فيها، بس انه ننتبه للشروط اكيد. اوكي. قبل ما نسكر موضوع الديتوكس، رواء، كل الأعمار فيهم يعملوا ديتوكس، صغار وكبار؟ أكيد لا، نحن عم ننصح الكبار، يعني عم نجرب قد ما فينا نفسر عن الديتوكس لأنه تاخد مفهوم غلط. سو للصغار لا، خليهم بحالهم. خليهم بحالهم. خلينا عم ياخذوا الغذاء، يتربوا على يعني لايف ستايل صحي، يقدروا هن ما يحسوا قصاص لهم، يتعودوا عليه من صغار وينسوا الديتوكس. كثير بدنا نضعف بس قليل بدنا ننصح. يعني أنا مثلاً كان عندي مشكلة أنا وصغيرة إني كتير ضعيفة، يعني ماما بتذكر كان في دواء تعطيني إياه لتفتح لي شهيتي. هيك فيه استمات هيك كان يبقى، ما بنسى شكله. بعرفه، أنا أخذ منه قد ما كنت أكرهه. قديش كمان الضعف اللي زاد عند زوم كمان بيعمل لك مشاكل؟ وكيف فينا إذا أنا شخص ضعيف شو الأنواع الأكل اللي لازم أكلها حتى مش إنه أنصح بس حتى صير طبيعي؟ لك هلا قبل ما بدي أحكي عن حل مشكلة قلة الوزن أو الأندر ويت، بدي أحكي عن مشكلة بيتعرضوا لها هي بعد أكبر من مشكلتهم، اللي هي مشكلة التنمر اللي بيتعرضوا لها. صحيح. يعني العالم ما بتفرق بين أذية وأذية، إنه هيدا ناصح فيه أنا ما في أتنمر عليه، هيدا ضعيف فيه أتنمر عليه. قد إيه كنتوا تسمعوا إنه لين بين هيك مثل ستيكة البليار؟ مزبوط. أو لين عظمك مبين كثير ستيكة البليار. أيوة. فنحن بدي بس أقول للعالم إنه هون العالم هن بيتعرضوا لأذى أكثر من اللي عندهم وزن زايد، لأنه هن عندهم مجهود وتعب أكثر بكثير من اللي بده يخسر وزن، والنتيجة ما بتبين دغري. يعني هون المشكلة، بده يفوتوا ببروسس كثير طويل على مدى يكون عندهم صبر ليهدوا ليشوفوا نتيجة، فبس يعرفوا إنه الأذية هي ذاتها إذا كان خسارة وزن أو زيادة وزن. هلا الحل لهيدي المشكلة هي ذات الشيء، يعني الميزانية هي ذاتها، مثل ما بنزيد كالوريز لنزيد وزن، مثل ما بننقص كالوريز لنخسر وزن. سو هون نحن بنروح على اكل صحي، يعني نجرب 3 وجبات بالنهار، ما يكون اقل، يكونوا عم ياخذوا السعرات الحراريه اللي جسمهم بدهم هي ليوصلوا للوزن، مع سناكين، وجبات صحيه، ما عم نروح نحن على الجنك فود، الفاست فود. صحيح. او السكر الاصطناعي اللي بتعطي وزن بس انه هن منهم نيوتريان دانس، يعني ما فيهم غذاء. صحيح. بنروح على الفيتامينات والمعادن اللي هي بالخضره والفواكه مثل ما قلنا، والاكل الصحي بالبيت، يعني ما بنتطلب شيء زياده. بس رواء، اغلبيه الاهالي، يعني من اهلي ما بعرف اذا اهلك نفس الشيء، بس كانوا بدهم ينصحونا الايس كريم، الخبز، ما كان في هيدا الوعي بس بتعمونا فات وسكريات بشكل كثير. انه لتربي لحم. صح. لتربي لحم. صح. مثل ما قالت انه كان بعد ما في المفهوم الصحيح عن الغذاء الصحيح، وحتى اذا بنشوف ايام اهلنا مش مثل ايامنا هلا، يعني الحركه اللي كانت موجوده من قبل ما انا موجوده بالحركه اللي هلا نحن بنعملها. يعني يمكن هلا نحن هيدا الربع ساعه اللي قاعده على التليفون كانوا اهالينا يقوموا يغسلوا فيها او يقوموا يشتغلوا فيها، يعني ما فينا نقارن حتى الاولاد كنا نحن نتحرك اكثر بكثير من اولادنا هلا. صح. فنحن بنجرب قد ما فينا بهيدا الموضوع نوعي الاهل على كيف بدهم يتعاملوا مع هيدي المشكله، ونرجع نفوت مع الشخص لانه بصيروا يجبرون على الاكل، بصير قصاص. فهون نحن نجرب نحل. كيف ممكن الشخص تنفتح شهيته؟
هي عادة. لا قلت لك إنه هي بدها وقت أطول لأنه بده يصير يتعود شوي شوي. هلا نحن بننصح بالرياضة، الرياضة هي بتزيد نسبة الحرق، بصير جسم بده طاقة أكثر، سو بصير أكيد أنت بتجوع. يعني إذا بتعملوا سبور بتلاحظوا بعد فترة الرياضة بدكم تاكلوا، يعني الجسم بيطلب أكل ليرجع تو ريبلانش، يعني تياخذ ويرجع على الغذاء. فينا من الرياضة، فينا من العادة نمرقهم، منا ميل كبيرة منا بلا كبير، نص نص، يعني كل ما تجوع ساعة ونص ساعتين مرقة. كتروا من السناكس معكم على الشغل على الظهرة، السناكات بس الصحية، ما عم أقول أنا لوح شوكولا أو إنه هول اللي بياخذون سهلين، لا، إنه جربوا لوبات، اللوز، الجوز، البينات بتر مع توست مع فواكه، البنانة مع البينات بتر، هول القصص إنه فيهم سعرات حرارية بيتمرقوا. هل مزبوطة مقولة نسم جسمه؟ تسمعيها كيف يعني؟ نسم يعني مثلا حدا اذا كان جسمه طبيعي وضعف كثير 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 بيصير يحاول يعمل كل شيء ليرجع ينصح، بيقولوا بتقول لك مثلا خلص نسم جسمه خلص ما بقى ينصح. هل هالشيء مزبوط انه في جسم بينسم هيك بتصيري شو ما تعملي ما بقى تقدري تاخذي وزن؟ هلا بحال الهبوط بالوزن المفاجئ دائما نحن بنروح للفحوصات الطبية. يعني معقول يكون في مرض أدى لهيدا الهبوط وهي منا حاسة فيهم. سو نحن دائما من يفضل إنه تسأل، تعمل فحوصاتها، تسأل دكتور، نرجع نحن بس يتشخص. إذا بس مشكلة إنه ما عم تاخذ سعرات الحرارية نحن بنقدر نعالجها. إذا تشخص مرض نحن بنعرف شو هو، بنقدر نحن أكيد نعالجه. بس إنه بده الأول يتشخص أكيد من شو هيدا الهبوط دغري اللي صار. طب اللي بيغيروا نظام الغذاء التوتالي، يعني كانوا ياكلوا لحمة بطلوا ياكلوا لحمة، كانوا مثلا فيجيتيريان صاروا فيجن، هلا درجة كثير هاي فيجن، بعد شوي رح يصيروا يحطوا الهواء بالصحن، عرفت كيف؟ يصيروا انه كمان. بس اللي حرين اوكي، اللي بيغيروا نظام غذائي سادنلي، هل هالشي بيأثر نيجاتيفلي ولا فيهم يغيروه بس شوي شوي مش دغري؟ هلا هون بدك ترجعي تشوفي القناعه انه ليه مقتنعين. هل هي انه عن جد شيء نفسي او هن ما بحبوا مثلا الفيجن او ياذوا الحيوانات او ما بيتقبلوا ياخذوا لحومات او دجاج او السمك؟ هون بدك ترجعي للقناعه. اذا بس ترندينج انت بتجربي تفسري اكثر، وهن هون بصيروا يا بيقتنعوا وبيرجعوا للحياه الطبيعيه او بضلوا مقتنعين. هون انت بتساعديهم بس لما ينقصهم شيء، يعني من البروتين مثلا اللي بوقف لحومات هذا بتصير بتعوضي له، بتعطيه انت مصادر هو ما انه عارفها، يمكن مصادر ليعوض لجسمه. بس انه هو بدك تشوفي اول شيء اذا مقتنع يكفي، او انت بتقدر ترجع تفسري له انه يرجع يكون مثل ما هو. الفيجيتيريان الفيجيتيريان بشكل عام بيفكروا بعض منهم انه بدهم يصيروا فيجيتيريان كرمال يخسروا وزن، وانه طبيعه البشر هو فيجيتيريان، انه الانسان خلق طبيعته فيجيتيريان لانه من تركيبه السنين بيقولوا لك، لانه الكانيين مش طوال ومش معمولين لناكل نحن لحمه وكذا وكذا، فنحن طبيعتنا فيجيتيريان. صحيح. هون مثل ما قلت بدها ترجع بترجع هو لا شو بيقتنع. يعني كيف وصل يعني رجل الكهف وقتها كان يتصيد مثلا السمكه بقلب الغزال، السمكه او الغزال، هيدا رجل الكهف كان صار حضاري. ما هيدا على كل احوال الفيجيتيريان يعني في اغلبيه بس عم ينقلوا يصيروا فيجيتيريان عم ينصحوا كارين لانه عم ياكلوا خبز وكاربس اكثر وسباكيتي وفات وات ايفر، فعم ينصحوا اكثر. صح. تنروح على العادات السيئه اللي اغلبيتنا بنعملها، ما بعرف اذا كارين بتعملها، تاكلي قطعه حلو مع القهوه الصبح؟ لا شيء مافن ابدا، شيء بسكويت، باكل موزه. موزه اوكي. قد ايه هالعاده سيئه او قد ايه صحيه؟ هلا نحن دائما بننصح ما نبلش نهارنا بحلو. هلا كثير بنسمع عنا بالكلينيك انه انا ببلش نهاري مع القهوه او مع الشاي او اللي بيتاخذ صباح بشقفه بسكويت، بس انه بسكويت شوفان، يعني انه شوفان شيء صحي، او انه بسكر سوري بدبس او بعسل انه شيء صحي. هيدا صحي، هن هيك ايه بيقولوا لك انه هيدا الشيء صحي، بس هن ما بيلاحظوا انه باقي النهار بيصير بدهم حلو. ليه؟ لانه نحن بس ناخذ الحلو على الريق بيعلي لنا نسبه الانسولين بالجسم،
سو بصير في تعب وفي يعني ارهاق كل النهار. بصير ارهاق صح. سو نحن بدنا نعوض هيدا الطاقه، بنصير بدنا حلو كل النهار، بنفوت بدوامه اللي انا في وقف اكل بس ما في وقف حلو، او انا عايشه على الحلو، انا غرامي الحلو، بنسمعهم كثير يعني. سو نحن يمكن بهيدا السبب فاتين بمشكله كثير كبيره، انه كل النهار بدنا سكر لناخذ طاقه. يفضل انه نبلش بوجبه كامله اللي هي البروتين وفات وكاربس، اللي هي هلا حنعطي نحن وصفات يعني عن ترويقه صحيه، ونرجع بناخذ السناك هو الخبز البسكويت. طيب الموزة على الريق منيحه؟ هلا الموزة يعتبر من الفواكه، يفضل تاخذيها كسناك. بتعرفي ليه انا باخذها؟ لانه بتعمل غلاف، تغلف المعده، دونك ما بتوجعني معده اذا بشرب نسكافيه. ما بعرف يمكن معتقد هلا هو النسكافيه كمان نحن بنفضل انه ما يكون على الريق، لانه بيعمل مشاكل بالمعده، بيعلي الاسيد بالمعده، وبعدين توصل الى مشاكل يعني بالكولون. صحيح. فنحن دائما بننصح تاخذ ترويقه حتى لو ديكاف. يعني ما عملت شيء، ما عملت شيء، رحت غيرت وجبت ديكاف، انا لما يوجع لي معدتي ما عملنا شيء. طب قبل ما يخلص وقتنا، قرب يخلص وقتنا معك روى، هيك نصيحه صغيره عن الترويقه الصبح، شو لازم نتروق؟ اوكي، نحن بننصح باكل البيت، يعني ما كثير البسكوي والتوست وال الخبزه الشوفان او خبزه قمحه كامله الموجوده بالبيت، وحتى في منهم ما بحبوا يوقفوا الخبز الابيض، بنعطيهم نحن شو العوارض الصحيه اللي بتاديها من الخبز الابيض، وهن بساعتها بنقوا خبزة مع لبنة مع جبنة مع البيض أو شوفان مع حليب. 100% شوفان مع حليب، هيك نحن بنكون شلنا البروتين والخبز، بيضلوا فيه الفات. بننتبه على كمية الفات اللي عم نحطها، مثل ملعقة زيت صغيرة، زيت زيتون تقريبا 8 ل 9 حبات زيتون مش أكتر، حبتين جوز، ملعقتين أفوكا أو واحد من ثلثة يعني للأفوكا، لأنه اللي بتعرفوا أنتوا أنه الفات فيهم كتير كالوريز، فنحن بننتبه للكمية اللي عم ناخدها، أو ملعقة سمسم أو ملعقة طحينة، هيك بتكون وجبتنا صارت متكاملة، أكيد مع خضرة، أكيد دايما مع كلهم، وهيك بتكون وجبتنا صارت متكاملة. يعني أنا على كريسماس جينا كادو هيك مثل بوكس فيها كثير مثلا لوز وجوز وكذا، وهول كله ناي. اوكي اكيد مش ملهي، فانا صرت روح واجي اكل وزبيب وكذا، لقيتهم طيبين وبيشبعوا وتعودت عليهم يعني كنت قبل اسمع ديتيسيان بيقولوا جوز ولوز كهرب بدني، بس لا طلعت شغله كثير صحيه. هي كثير صحيه وكثير، بس بدك تنتبهي للكميه. بس روى انا هيدي الكمية فات. مش عم تزبط معي، قيس هيدي معلقة الزيت واخد معلقتين افوكا. المخرج عم بيقول لها شو بدها تقيسي، شو بدك تقيسي، شو بدك تقيسي بعد؟ طيب هيدا تنمر، هيدا بدك عن جد عن جد. لا توني معي بيطلع له. روى بودرغام شكرا جزيلا لحضورك معنا. ميرسي لكم، ثانك يو سو ماتش، وتنعد عليك. وعليكم يا رب، شكرا لك.